سؤال بيقول أنا بعاني من مشكلة، وهي أن أفكار شريرة كتيرة بتهاجمني أثناء القداس والصلاة بالذات. الحقيقة السؤال ده بيجي لنا في الاعترافات كتير يا دكتور. ساعات واحد يقول أنه وأنا بصلي بلاقي نفسي في شتيمة جت في ربنا أو في العدرة أو جاء صورة وحشة، وأنا ببقى مش طايق نفسي ومش عارف أسيب الصلاة ولا ما سيبهاش. وعلى التناول كمان ساعات يعني الواحد هو بيقرب يتناول تجيله حاجات. هي دي كلها يعني لابد ان احنا نتكلم عن نوعين من الافكار. يعني يمكن قدسك هتبقى تكلمنا عن الحته الروحيه، انا هتكلم عن الحته النفسيه. الحته النفسيه في ساعات ناس بالذات في سن الشباب لو هم من الشخصيات القلوقه شويه، ساعات يجي افكار اسمها افكار وسواسيه، افكار وسواسه، يبقى الواحد مش بتاعتي وضد طبيعتي. يعني انا بحب ربنا قوي، افكار تجيلي غصب عني تشتم ربنا مثلا او القديسين او التناول، او تيجي افكار كده لكنها حاجات وحشه، يعني تخلي الواحد يبقى حاسس بالذنب، يبقى الواحد عمال يزق فيها مش قادر. دي بتبقى ساعات افكار بتاع احنا بنسميها افكار وسوسه، دي ما بنخافش منها، ودي ابونا بيبقى عارف انه حتى لو واحد راح يعترف بيها بيقول له لا ما تخافش منها ومكتوب ومش خطيه، يعني ما تعبرهاش، همشها زي الدبان كده هش وخلاص، يعني ما تديلوش اهتمام. لانه ساعات زي ما مثلا في الطفل الصغير او احنا كلنا واطفال، ساعات مثلا واحد يعدي مثلا راكب قطر يلاقي الفلنكات يقعد يعدها مثلا، ما لهاش لازمه بس دي وسوسه فيسيولوجيه. او يبقى ماشي على الرصيف يقعد يطلع على واحد على سلمه وينزل سلمه مثلا، او يشوف مثلا رقم عربيه يلاقي نفسه عمال يحفظه مع انه ملوش لازمه يحفظه وعمال يعيد ويزيد فيه. او مثلا يسمع جمله من اغنيه ويلاقيها عماله تلف في دماغه مش عاوزها هو ومش غاوي، بس هي عماله تزن على دماغه. دي بنسميها افكار وسواسيه مش بتاعتنا يعني. فطالما ان هي بتيجي بس وقت الصلاه وكده، هو الواحد يرشم الصليب وما يبصش عليها وما يهمهاش، وزي ما قلت يرزع الباب بتاع مخه. ما احنا قلنا في مخ، المخ ليه باب اقدر اقفله، بس عايزه التدريب شويه، وعايز الواحد ما يخافش. لان هو الافكار دي الوسوسه دي لما كل ما الواحد يخاف منها ويبتدي يحاول يقاوح معاها هي بتزيد من كتر القلق. لا، عايز الواحد يطمن ويبقى عارف ان دي افكار الوسوسه العبيطه دي ما مش هبص عليها ومش هتهمني. نرش الصليب ونتناول كل حاجه. هتقول لابونا مره واحده، ولو ابونا قالك لا هي دي الافكار اللي اسمها وسوسه خلاص انساها بقى، ما تبصش عليها زياده يعني. انما ساعات بقى الافكار بتبقى حاجات روحيه، يمكن تسكرونا ساعات الافكار تبقى وليده الحواس. يعني افرض مثلا واحد بيشوف حاجات وحشه على النت او في التلفزيون يتحارب بالمناظر اللي شافها، وهنا بقى غير الوسواس اللي كلم عنه الدكتور فيكتور، لا ده هو ميال للحكايه دي، هو عنده برضو شهوه فمشدود للصوره دي او الفكره دي، فممكن تحاربه تبقى حرب روحيه لان هو ادى مساحه للفكره دي انها تشغله. وساعات يبقى فيها نوع من التلذذ، وممكن تقلب معاه في سرحان واستسلام. لا، كل ده طبعا يحتاج الى جهاد الافكار. ببساطه يحتاج اولا الواحد يصون حواسه، يعني ودنه ما تسمعش نكته وحشه ولا شتيمه وحشه على قد ما يقدر، عينيه ما تشوفش منظر وحش عشان ما يطلعلوش في افكاره ويتعبه، حتى لسانه ما يقولش كلام بذيء بعد كده اللي قاله يرجع يخبط في دماغه. فالهروب من المجتمعات والمناظر والكلام اللي هو يجيب بعد كده أفكار مش سامه. غير الهروب كمان الانشغال الروحي، الصلاة، الإنجيل، التناول، الخدمة، الاجتماعات، الحاجات العمل الروحي دايما يطرد الأفكار. يعني مثلا الأباء القديسين يقولوا صلاة يسوع بس، مجرد الواحد يكرر اسم ربنا يسوع المسيح له المجد كتير يدي نوع من السلام الداخلي ويطرد حرب الأفكار، يهدي الأفكار الشهوانية دي. المشغولية لها دور، لما يكون الواحد فاضي طبيعي أفكاره ممكن تجيب حاجات مش تمام، إنما لما يكون مشغول برياضة، بمذاكرة، بصحابه، بخدمته، باجتماعات، هو مش فاضي يسرح ويفكر، والأوقات الفكرة هيطردها لأنه عنده حاجات تانية أهم ينشغل بيها. فقلنا الهروب أو حراسة الحواس، قلنا العمل الروحي ممثل في الصلاة والإنجيل والتناول والخدمة والاعتراف والاجتماعات، وقلنا كمان أن الواحد يبقى مشغول بقدر الإمكان بحاجات إيجابية. دول على الأقل تبقى مداخل لطرد الأفكار الشريرة.